في ظل اتهامه بالتحرش بالنساء، دعا المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أنه ضحية ما أسماه بالأكاذيب التي تروجها وسائل الإعلام لفائدة منافسته المرشح الديمقراطية هيلاري كلينتون. ويقول موفد يورونيوز في واشنطن: الفوضى المحيطة بحملة دونالد ترامب الانتخابية رمت بالمترشح بعيدا، فبعد آخر التقارير الخاصة بتحرش ترامب بالنساء، ها هو يلجأ إلى أكثر عمليات الشجب تطرفا بحق الصحافة بشكل عام. فهو لم يهدد فقط بمقاضاة نيويورك تايمز بتهمة التشهير، بل إنه اتهم صحفيين بالمشاركة في مؤامرة كونية ضده. وخلال تجمع في فلوريدا يوم الخميس، واصل ترامب هجومه على الصحفيين إلى درجة أن حشدا غاضبا تحامل ضدهم، مطلقين عليهم أسوأ عبارات الشتائم والسباب. ودفعت إهانة ترامب لوسائل الإعلام بلجنة حماية الصحفيين إلى إصدار تحذير من أن ترامب يمثل تهديدا غير مسبوق لحرية الصحافة في التاريخ الحديث. في الأثناء يكون ترامب حدد مسبقا المذنب إذا خسر الانتخابات، ويراه في عمليات التزوير وفي وسائل الإعلام.